دائما احنا نسوي صينية الشاورما بالدجاج، طبعا ما انا موسم لحم فبسويها باللحم ولا تقل لذاذة عن صينية الدجاج. بتبل اللحم، عندي هنا دبس فليف، انواع البهارات بكتب لكم اياها ان شاء الله، ثوم، الزبادي وخل وزيت. شلون شرايح اللحم قطعها، يعني يا تقطعونها عند الجزار او تقطعونها وهي شبه جامدة. اسهل لك بتبلها واخليها اقل شيء نص ساعة. بك شيء مع اللحم الطحينة، حطيت ثوم، البهارات، مويه بارده وعصير ليمون، بشر البرتقال.